وطلبت الفئة الثالثة شبه نظم بنكمل مع بعض موضوعات مادتنا محاسبة الضرائب أو المحاسبة الضريبية. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض أو نتناول مع بعض موضوع الإيرادات الضرائب على إيرادات المهن غير التجارية. المهن غير التجارية بيقصد بيها المهن الحرة بمعنى أصح، زي محامي، طبيب، محاسب، مهندس. فالمهن دي بيقوم أصحابها على العمل في حد ذاته، لأن هو أنا بفتح مكتب مثلا، مكتب محاسبة، أو طبيب بيفتح عيادة. فإيه شغل الطبيب في الحالة دي؟ الطبيب بيقوم بمزاولة مهنته. بيزاول مهنته إزاي؟ بيقوم بيزاول مهنته في العيادة بتاعته، بيكشف على المرضى، فبالتالي بيحصل منهم إيرادات نتيجة الكشف، زائد إنه بيقوم ببعض العمليات الجراحية، زائد بيقدم استشارات طبية. كذلك المحاسب لو قام مراجع بيعمل إيه؟ مكتبه بيعمل عمليات مراجعة وبيقدم استشارات محاسبية. فكل الكلام ده، او بيأسس نظم ضريبيه او نظم تكاليف في بعض الشركات، فكل الكلام ده بيتحصل منه على ايرادات. فعايزين نعرف مع بعض طبيعه الايرادات بتاعته شكلها ايه، والوضع هيمشي ازاي فيما يتعلق بالمعالجه الضريبيه او التحاسب الضريبي لايراداته. لو جينا شفنا مع بعض تفرض ضريبه على صافي ايرادات المهن الحره زي ما وضحت من شويه، وعلى الدخل يتلقاه اصحاب حقوق الملكيه الفكريه من بيع او استغلال حقوقهم. لو انا عندي واحد براءه اختراع او حاجه زي كده، هو بيحصل الكلام ده بناء عليه. اي ايرادات ناتجه من المهن السابقه اللي انا قلت لكم عليها، بشروط ان هو يمارس المهنه بصفه مستقله، هو اللي بيقوم بيها، ويكون العنصر الاساسي فيها العمل، يعني هو بيقوم بمزاوله عمل مش بنشاط تجاري زي الطبيب او المحاسب او المهندس او المحامي زي ما قلت لكم. فالايراد هو ناتج عن العمل، وانه يكون في مصر، النشاط في مصر طبعا لشرط، وفقا لشرط الاقامه اللي احنا اتكلمنا عليه او سبق ان انتوا درستوه الفصل الاولاني. طب الايرادات اللي داخله في وعاء الضريبه، كل الايرادات اللي بيحصل عليها صاحب المهن الحره، بالاضافه لعوائد التصرف في بعض الاصول، زي لو انا عندي في مستشفى، انا طبيب وعندي جهاز في العياده بتاعتي، بعت وتصرفت فيه فحققت عائد نتيجة التصرف في الكلام ده. طيب دي بالنسبة للإيرادات. المصروفات عندي، أي عضو في نقابة لازم يدفع اشتراكات سنوية لمزاولة المهنة بتاعته. يعني ايه اشتراكات سنوية؟ ما اقدرش يزاول مهنته من غير ما يدفع اشتراك النقابة. بالإضافة لكده في الضرائب اللي بيدفعها الممول بشرط أو باستثناء ضرائب الدخل اللي بنتكلم عليه. فلو ضرائب ضريبة جمركية، ده استورد حاجات ويدفع ضريبة جمركية، ممكن يخصمها مفيش مشكلة، إنما ضريبة الدخل لا. المبالغ اللي بيؤديها نقابته علشان اشتراك نظام المعاشات، زي لو أنا مشترك في نقابة التجارين بدفع اشتراك سنوي، مقابل هذا الاشتراك باخد معاش بعد بلوغ السن القانونية، فده معاش. المبالغ اللي يدفعها دي معفاة من الضرائب. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي، ده معفى بس بشرط ما يزيدش مجموعهم في السنة على 3000 جنيه. يبقى بالتالي تلخيص كده للتكاليف وجبة الخصم، القيد رسوم القيد والاشتراكات السنوية، الضرائب اللي يدفعها، أي ضرائب يدفعها بخلاف ضرائب الدخل، اللي بيدفعه في أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي لمصلحته وزوجته وأولاده القصر، بالذات بشرط ما يزيدش عن 3000 جنيه. طيب بالنسبه للتبرعات، التبرعات زي ما احنا شفنا المحاضره اللي فاتت في الارباح المنشات التجاريه والصناعيه، عندي ثلاث حاجات. لو تبرعات لاحد الجهات الحكوميه فهي معفاه بالكامل، لو تبرعات لجمعيه مشهره فبشوف بقارن ما بين 10% من صافي الايراد او المبلغ المدفوع ايهما اقل. طب لو حاجه بخلاف جمعيه مش مشهره او جهه مش معترف بيها فهي لا تخضع بالكامل. هنا القانون في الماده 35 فرق بين حاجتين. قال الممول صاحب المهن غير التجاريه في حاجتين، لو بيمسك دفاتر منتظمه هخصم له كل الايرادات، كل التكاليف اللي بيتحملها في سبيل تأدية مهمته. طب لو ما يمسكش دفاتر منتظمه ايه الحل بقى؟ بخصم له بس مقابل المصروفات بتاعته 10% من اجمالي ايراداته، فبالتالي
هنا القانون بيشجع على ان انا امسك دفاتر منتظم عشان اقدر اخصم مصروفاتي. ومن شروط ان هو عشان المصروفات دي تخصم ان يكون ممول ممسك دفاتر منتظمة ان تكون التكاليف المصروفات لازمة لمزاولة نشاطه. طب انا عندي بعد كده القانون قال لي ان في عندك مصروفات غير مؤيدة بمستندات زي مصروفات الانتقالات زي الجرايد زي البوفيه زي الاكراميات. نجمع كل المبالغ دي وقارنها ما تزيدش عن 7% من الايرادات او المصروفات. ما تزيدش المصروفات دي كلها ما تزيدش عن 7% من المصروفات المؤيدة بالمستندات. فلو عندي 100,000 جنيه مصروفات مؤيدة بالمستندات يبقى الغير مؤيدة ما تزيدش عن 7,000 جنيه. طب لو زادت يبقى اخصم له 7,000 جنيه بس. الاعفاء من الضريبة في بنود اعفاها من الضريبة زي ترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية او ايرادات اعضاء التدريس بالجامعات من مؤلفاتهم ومصنفاتهم او ايرادات اعضاء النقابة التجاريين الفنية التشكيليين من فنون التصوير والنحت والحفر، وكذلك ايرادات المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين في نقابات مهنية. يعني انا كعضو في نقابة التجاريين لو بزاول مهنة ليا لمدة 3 سنوات اول 3 سنوات معفى من الضريبة. نشوف مثال مع بعض. بيقول لي في ما يلي بيان بإيرادات ومصروفات عيادة أحد الأطباء عن عام 2019. مديني الإيرادات 60,000 جنيه أتعاب كشف على مرضى، 40,000 جنيه أتعاب عمليات قام بإجراها خلال عام، 10,000 جنيه صافي إيراد التصرف في جهاز طبي إن هو تصرف في جهاز طبي باعه. ثانيا المصروفات 20,000 جنيه مرتب العاملين بالعيادة، 10,000 جنيه إيجار العيادة، 5,000 جنيه كهرباء ومية، 3,000 جنيه فاتورة العيادة تليفون العيادة. لو احنا ملاحظين ان كل دول مصروفات مؤيدة بالمستندات، بعد كده هيبتدي يقول لي مصروفات غير مؤيدة. 6,000 جنيه مصروفات السيارة، القانون قال لي مصروف السيارة اذا كانت بتستخدم في مزاولة المهنة والاغراض الشخصية بخصص لاغراض الشخصية التلت وللمهنة التلتين، يعني بخصم له بس 6,000 جنيه تلتينهم يعني 4,000 جنيه زي ما هنشوف. بعد كده اشترك في انتخابة الاطباء مقابل المعاش 2000، 300 جنيه ادوات نظافه، 700 جنيه مطبوعات، 5,000 جنيه قسط تامين على الحياه لصالح زوجات واولاد القصه. لو احنا فاكرين من شويه اشتراك في النقابه وقسط التامين مبلغهم الاثنين المفروض ما يزيدش عن 3,000، هنا 7، يبقى هو القانون هيعترف بال 3,000 جنيه فقط. 3,000 جنيه عباره عن تبرعات، 2,000 جنيه احدى الوحدات المحليه تبع المحافظه الجيزه دي جهه حكوميه يبقى تخصم بالكامل، 1,000 جنيه تبرعات لفقراء الحي طبعا في الحالة دي لا ما تخصمش زي ما هنشوف. المطلوب عايز احدد ضريبة بشرطين، ان الممول يمسك دفاتر منتظمة وان الممول لا يمسك دفاتر منتظمة. في حالة ان الممول بيمسك دفاتر منتظمة، اول حاجة هشوفها المصروفات غير مؤيدة بالمستندات. مصروف السيارة زي ما تقول لسه قايلين ان هو باخد منه كام الثلثين، يبقى 6,000 في 2 على 3 بتطلع 4,000 بالاضافة للمطبوعات 700 وادوات النظافة 300 مجموعهم 5,000. القانون قال لي ما تزيدش عن كام؟ عن 7% من اجمالي الايرادات او المصروفات المؤيده بالمستندات. طيب احنا زي ما هنشوف هتطلع في الاخر المصروفات المؤيده بالمستندات هنشوفها دلوقتي حالا طلعت بكام؟ ب 38، يبقى 38 في 7% تطلع 2660، اقارن بين ال 5,000 وال 2660، مين الاقل؟ ال 2660. طب لما اجي بقى هنا اشوف الايرادات الخاضعه للضريبه، اتعاب الكشف على المرضى خلال عام 60، اتعاب عمليات جراحيه قام باجرها 40، صافي ايرادات تصرف في جهاز طبي 10، اجمع دول يطلع كام؟ 110,000. المصروفات المؤيده بالمستندات 20، مرتبات العاملين بالعياده ايجار العياده 10، كهرباء وميه 5، فاتوره التليفون 3، اجمعهم يطلع 38,000. ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه وبنحسب بناء عليه التكاليف والمصروفات غير المؤيده بالمستندات. طب المؤيد 38، الغير مؤيد بالمستندات لسه حاسبها ب 2660، اجمعهم واخصمهم من 110 يطلع عندي 69,340. اخصم منهم التبرعات، تبرع لاحدى الوحدات المحليه 2000، تبرع لجمعيه مشهره المدفوع فيها 1000،
اقارن المدفوع ب 10% من صف الايراده اللي انا لسه مطلعه اللي هو ب 69. لو 10% منه يبقى 6934. مين فيهم الاقل؟ المدفوع ال 1000. يبقى 1000 زائد 2000 ب 3000 جنيه صافي ايراد بعد خصم التبرعات ب 66340. طيب اشوف بقى اشتراك النقابه. كان المدفوع اشتراك النقابه وقسط التامين على الحياه والاثنين ب7. الحد الاقصى القانون قال لي عليه 3، اقسم الثلاثه يبقى عندي الوعاء الخاضع للضريبه 63340. ابتدي بعد كده اشوف الشرائح المختلفه. الشريحه الاولى معفاه لحد 15000، اخد الشريحه الثانيه ال 15000 اللي بعدهم ب 2.5% يطلع 375 جنيه. الشريحه الثالثه 15000 في 10% 1500. الشريحه الرابعه 15000 في 15 2250. الشريحه الخامسه 3340 في 20% تطلع 668. اجمع دول كلهم تطلع الضريبه واجب السداد 4793. طب في حاله لو الممول ما بيمسكش دفاتر منتظم يبقى الحل ايه؟ هشوف ايراداته الاول زي ما احنا خدناها، ال 60 وال 40 وال 10 اللي هو الاتعاب على المرضى، كشف على المرضى، واتعاب العمليات الجراحيه، واتعاب صافي التصرف في ايراد طبي، كلهم يطلعوا 110. اخصم منهم 10% زي ما القانون قال لي مقابل كل التكاليف، يبقى مفيش عندي تكاليف مؤيده بالمستندات وغير مؤيده بالمستندات. تطلع عندي ال 10% 11000، يبقى صافي الايراد السنوي قبل التبرعات 99000. طيب تبرع، نشوف بقى التبرعات لاحدى الوحدات المحليه قلنا تخصم بالكامل 2000. المدفوع الجمعيه مش هار، المدفوع هنا 1000 اقارن بينه وبين ال 10% من صافي الايراد تطلع 9900. يبقى ما بين الاقل ال 1000، يبقى 1000 زائد 2000 ب 3000، يبقى الوعاء الخاضع للضريبه 96000 جنيه. ابتدي اعملهم شرايح نفس القصه، اشوف الضريبه المستحقه بالنسبه للشريحه الاولى معفاه، الشريحه الثانيه 2.5% 375، الشريحه الثالثه 15 في 10% ب 1500، الشريحه الرابعه 15000 في 15% 2250، الشريحه الخامسه 36 في 20 تطلع 7200 جنيه. اجمالي الضريبه وجبه السداد 11325. لو قارناها بالضريبه وجبه السداد هنا 4793. ده معناه حاجه واحده، ان الممول لما مسك دفاتر منتظمه استفاد، ده لما كان هيدفع 11 دفع 4700، يعني ما يقرب من حوالي 6000 واكثر من 6000 جنيه، 6500 جنيه تقريبا عمل وفر ضريبي، اكتر من ضعف المبلغ اللي كان هيدفعه ضريبي. فبالتالي ده تشجيع للناس ان هي تمسك حسابات ودفاتر منتظمة علشان تشجعهم على خصم كل التكاليف اللي بيتكبدوها وفقا للاسس اللي حددها القانون. كان احنا خلصنا مع بعض موضوعات المنهج بتاعنا في مادة محاسبة الضرائب. ارجو ان كل الموضوعات اللي اتشرحت في المحاضرات سواء اونلاين او الحضور يتم الحل عليها كتير استعدادا للامتحان. وبالتوفيق يا جماعه، واشوفكم ان شاء الله عن قريب باذن الله. شكرا، والسلام عليكم.